Diego, what's one scene? شغال ده؟ اه شغال. ازيكم؟ طيب انا اسمي احمد شلش، ده الايميل بتاعي اللي عايز اتواصل معايا. الايميل لما اي حد بيبعت لي ايميل بيقعد يصفر، فبعرف يعني. وانا بفضل الحقيقه التواصل عن طريق الايميل عن اي حاجه تانية، حتى التليفون يعني. طيب احنا هنتكلم ان شاء الله مع بعض عن استكمال لحديث، حديث ايه؟ حديث الاتصالات. انت عايزني افضل ثابت مكاني ولا دي انت بتسجل؟ مالكش دعوه بيا، مش كده انت بتصور دي بس؟ انا هكتب. اه ماشي. احنا هنتكلم عن السبريد سبيكتروم. احنا هنتكلم عن السبريد سبيكتروم. لما نتكلم عن اي موضوع من مواضيع الكوميونيكيشنز، وحضراتكم ان شاء الله هتبقوا مهندسين خريجي كليه الهندسه جامعه القاهره، وزي ما احنا كلنا عارفين كليه هندسه جامعه القاهره هي افضل كليه هندسه في مصر، افضل كليه هندسه في العالم العربي، وافضل كليه هندسه في افريقيا. لا، في افريقيا. في العالم احنا من احسن 200 كليه هندسه في العالم، احنا في من 150 ل 200. طبعا انا بتكلم عن يعني العالم، فيه ام اي تي وسي والينوي وكامبريدج واي تي اتش في زيورخ واخن، وليله كبيره يعني. فاحنا معنا مع الليله دي بس يعني في ديل الليله بس لا باس يعني. طيب احنا ليه بندرس الكلام ده؟ ليه بندرس حاجه زي السبريد سبيكتروم؟ ايه اهميه ان احنا ندرس حاجه زي كده؟ ليه؟ لماذا؟ ليه؟ ندرس ليه الكلام ده؟ طب خلينا نسأل سؤال، هل الكلام ده أساسا ليه لازمة؟ دي لازمة؟ اه؟ اه مش كده؟ واضحة يعني، واضحة يعني، ماشية تسلسل منطقي جدا. الحقيقة الحاجات اللي احنا بندرسها، خلينا نتفق شوية اتفاقات كده، الحاجات اللي احنا بندرسها احنا بن ايه؟ بنفتح الموضوع، ما احناش بنتعمق في الموضوع. يعني انا بعد انتهاء الكورس ده انا مش متوقع منكم، اي حد فيكم، ان هو هيطلع يعمل كومبليت سبيس سبيكتروم سيستم ويبنيه ويشيله على دراعه. ما اظنش ان ده منطقي. انا بس بديكم مفاتيح الموضوع. بعضكم ديت ممكن تبقى نسبة صغيرة هيشتغل في حاجات زي كده، نسبة مش قليلة هيبقى محتاجين يعرفوا الحد الأدنى من المعلومات اللي احنا هنقوله. في بعض الناس بعد ما يتخرجوا من الكلية هيقولوا ايه ده، احنا ايه اللي عملناه ده، نروح نشتغل اي حاجة تانية بعيد عن الهندسة دي، بقى الناس ربنا يسهل لهم، مش دول موضوعنا يعني. طيب احنا هنتكلم عن السبريد سبيكتروم. السبريد سبيكتروم دوت احد افراد الكوميونيكيشن سيستمز، احد افراد الكوميونيكيشن سيستمز. انا بطالبكم في الكورس ده ان كنتوا تستخدموا التكست بوك. بطالبكم ان كنتوا تستخدموا التكست بوك، مهم جدا ان كنتم تجيبوا التكست بوك. التكست بوكس دول موجودين اونلاين، لو سالت الاخ جوجل، اخ جوجل طلعهم لي، هيطلعهم لك بي دي اف. لو انت عايز نسخ ورقيه، النسخ ورقيه مصوره اظن بتتباع كويس. نظرا لان انا عارف ان القراءه ما هياش حاجه يعني محببه لاغلب الناس، فالكميه اللي هطالبكم بقراءتها مش كبيره، مش صغيره، مش هيبقى 3 صفح يعني، بس مش كبيره. وانا متوقع منكم الحاجات اللي هشاور لكم عليها تقروها. هيبقى في اسئله من الامتحان جايه من الكتاب،
وانا هبقى ماشي على قد ما اقدر مع الكتاب الاولاني بتاع سايمون هيكن. الكتاب الثاني ممكن تستخدمه كريفرنس زياده. الكتاب الثاني بتاع لاثي الشرح بتاعه اكثر سلاسه، يعني بيحكي الموضوع، بيحكي الحدوته بشكل كويس. الكتاب بتاع سايمون هيكن مور روبست في الرياضه بتاعته يعني، فانا هنمشي عليه اكتر. لو انت عايز تفهم حدوته اكتر بشيء من التفصيل ممكن تبص على كتاب بتاع لاثي. المحاضره الاولانيه ويمكن غالبا جزء من المحاضره الثانيه، وانا اللي انا فاهمه ان انا هدخل لكم ان شاء الله الاربع ده، مش الدكتور خالد، انا اللي هدخل لكم الاربع ده. انتوا عندكم المحاضره الثانيه هنا والثالثه في همام ولا العكس؟ الاربع التالتة في همام تحت والتانية هنا. اوكي. طيب احنا هنعمل مراجعة سريعة لبعض مفاهيم في ديجيتال كوميونيكيشن. المراجعة دي مش الغرض منها ان احنا نعيد كل حاجة انتوا درستوها في سنة تالتة ولا الجزء الاولاني من الترم دوت، بس احنا هنركز على حاجات معينة هنحتاجها واحنا ماشيين واحنا بنتكلم عن السبريد سبيكتروم. انا لما بتكلم على كوميونيكيشن سيستمز، انا بتكلم على كوميونيكيشن سيستمز، فانا ببعت وبستقبل. السيجنال بتعدي على ايه؟ بتعدي على تشانل. احنا بنتكلم عن وايرلس كوميونيكيشن سيستمز، وان كان الكلام ده برضه ينطبق على الوايرد وايرلاين كوميونيكيشن سيستمز كثير منه على الاقل. ففي حاجات كتير بتحصل في السيجنال وهي ماشيه من الترانسميتر للريسيفر على الهواء في الوايرلس شانل. من الحاجات دي هنركز على ثلاث حاجات، دي مش كل حاجه، والحاجات الثلاث حاجات اللي هنقولها باختصار مش بتفصيل كافي، بس هنقولها باختصار بحيث ان يكون عندكم فكره معقوله عن احنا بنتكلم على ايه. عندنا ثلاث اشياء هنبص عليها النهارده. هنتكلم على النويز، هنتكلم على الفيدنج، وهنتكلم على الانترفيرنس. احنا في عالم الاتصالات بنبص على الحاجة الرئيسية اللي دايما اول حاجة بنبص عليها في اي سيستم كوميونيكيشنز في الدنيا هي الايه؟ النويز. والنويز اللي احنا بندرسها في مرحلة البكالوريوس هي الايه؟ اديتيف ووايت. هل كل نويز في الدنيا اديتيف؟ لا. هل كل نويز في الدنيا وايت؟ اكيد لا. بس عشان ايه؟ كخطوه اولى النويز بفترض انها اديتيف، افتراض الاديتيف ده ينطبق على حالات كتير من النويز، وبفترض انها وايت. افتراض انها وايت في شيء من الايه؟ شيء من التجاوز، بس ماشي. أنا هعرف ثلاث حاجات. هعرف الـ WT، ده النوتيشن اللي احنا هنستخدمها واحنا ماشيين بقى في المحاضرات النهاردة والمحاضرات التالية. هعرف WT و NT، وهعرف حاجة اسمها NC و NS. الـ WT هي الـ Additive White Gaussian Noise. لو انا سالتكم ايه هي الباور بتاعه الاديتيف وايت جاوسيان نويز، ايه الباور بتاعه الاديتيف وايت جاوسيان نويز؟ حد يقول اي حاجه؟ ايه والبي ده؟ ايه الباندويث. طيب لو انا جيت قلت لك الاديتيف وايت جاوسيان نويز باي ديفينيشن هي نويز وايت، صح؟ بتبدا من عند الدي سي وتستمر الى ايه؟ الى ايه؟ انفينيتي ثيوريتيكلي. يبقى الباور بتاعتها ايه؟
انفينيتي. الباور بتاعتها نظريا هي انفينيتي. ايه مصدر الاديتيف وايت جاوسيان نويز؟ ما هو مصدر الاديتيف وايت جاوسيان نويز؟ ما هو؟ الايه؟ الثيرمال نويز. غالبا بتبقى مصدرها ثيرمال نويز. الثيرمال نويز بتيجي منين؟ بتيجي من الاسلاك اللي احنا بنستخدمها في الريسيفر. بتيجي من الاسلاك اللي احنا بنستخدمها في الريسيفر. مجرد انا بستخدم اسلاك معدن، ثيرمال نويز. ثيرمال نويز طبعا الثيرمال نويز ما بتستمرش لحد انفينيتي، باند ويث انفينيتي، بتوصل لحد حاجه في الجيجا وبعدين بتنزل، فما بيبقاش الباور بتاعتها انفينيتي ولا حاجه، لكن ثيوريتيكلي ات از انفينيتي. لكن انا ما يهمنيش الحقيقه ان انا ابص على الثيوريتيكال وايد جاوسيان نويز، انا ببص على النويز في الباند اوف انترست. باند اوف انترست هي الباند في السبيكترم اللي انا بستخدمها عشان ابعت السيجنال فيها واستقبل السيجنال منها. الباند دي موجوده في السبيكترم حوالين سم فريكوانسي اف سي. فريكوانسي اف سي انا بختاره ازاي؟ ده قصه لطيفه ممكن نتكلم فيها، بس اخترت سم فريكوانسي كارير اف سي. الاف سي ديت ببعت السيجنال حواليها، السيجنال الباند ويث بتاعها 2 بي، فبالتالي هو ده الباند اوف انترست. فانا ببص على الاديتيف نويز في الباند دي. لو انا حبيت احسب الباور بتاعه النويز في الباند ديت، كل اللي انا اعمله ان انا اضرب السبيكترال ليفل بتاع النويز اللي هو ان نود على 2، اللي هو الباور سبيكترال دينسيتي بتاع النويز في تو سايدد ريبريزنتيشن، واضربه في الباندويث. ان نود على 2 تايمز الباندويث يطلع كام؟ كام؟ اهو 2 بي ان نود، لان بضرب ان نود على 2 في 4 بي، او في 2 بي في 2 4 بي. دوت باور سبيكترال دينسيتي، كويس؟ دوت باور سبيكترال. انا عايز احسب الباور. الباور هي عباره عن ايه؟ الانتجريشن بتاع ده وده. لو انا حاسب او راسم الباور سبيكترال دينسيتي سنجل سايدد فقط، مفيش نيجاتيف فريكونسي، ماشي، يبقى هبص على البوزيتيف فريكونسي بس. لكن انا عشان احسب الباور انا بعمل انتجريشن باور سبيكترال دينسيتي على الفريكونسي. فالانتجريشن هي دي ودي، وطبعا ده مربع، فايه فالانتجريشن سهل، ضرب طول في عرض. طيب السيجنال دي موجوده في الباند باس. الباند باس يعني مش حوالين الدي سي. السيجنال ديت موجوده في الباند باس مش حوالين الدي سي، والسيجنال ديت الباور بتاعتها 2 بي ان نود. لو انا حبيت اعمل ريبريزنتيشن للسيجنال دي في البيس باند، السيجنال ديت عايز اعمل لها ريبريزنتيشن في البيس باند. عشان اعمل لها ريبريزنتيشن في البيس باند بقسمها على كوساين وساين، او ان فيز وكوادريتشر فيز. فبيبقى عندي تو كومبوننتس، ان سي في الكوساين وان اس في الساين. السيجنال دي بقت في البيس باند، السيجنال بقت في البيس باند، بقت حوالين زيرو فريكونسي، بقى في بي يمين وبي شمال، والارتفاع بتاعها بقى ان نود، مش ان نود على 2، الارتفاع بتاعها بقى ان نود. لو انا عايز احسب الباور بتاعت السيجنال دي، فبحسب الباور بتاعت الان تي اللي هي ان سي كوساين ماينس ان اس ساين. الباور عشان احسبها بعمل ايه؟ بربع واخد الافريج. لما اربع الترم اللي فوق
هيبقى ان سي تربيع كوساين تربيع وان اس تربيع ساين تربيع وان سي في ان اس كوساين في ساين. الكوساين تربيع الافرج بتاعها نص، ساين تربيع الافرج بتاعها نص، الكوساين ساين بيطيروا. هيتبقى الباور بتاعتي هي عباره عن نص باور بتاعت ان سي نص باور بتاع ان اس اللي هي في الاخر تطلع نفس الرقم بتاع الباس باند اللي هو 2 بي في النود، نفس الرقم اللي هو 2 بي في النود. النوتيشن دي مهمه لان دي هنستخدمها النهارده، المره الجايه، المره اللي بعدها، المره اللي بعدهم كمان، في اخر محاضره. فالنوتيشن دي نوتيشن تعتبر مهم. ده بالنسبه للنويز. في عندي حاجات ثانيه، الشانل اللي انا ببعت السيجنال فيها ما بتنتهيش عند النويز، الشانل بتدخل كمان في الايه؟ اشياء اخرى بتعمل لي مشاكل. من الاشياء الاخرى دي الفيدنج. الفيدنج ما هو الفيدنج؟ مكتوبه تعريف الفيدنج ان السيجنال اللي انا ببعتها بيحصل لها ايه؟ تقعد تطلع وتنزل وتطلع وتشرق وتغرب وهي ماشيه في الهواء، صح؟ ده بيحصل. بيحصل ليه؟ ربنا خلق الدنيا كده. كويس. المشكله ان السيجنال ديت اللي هي بتطلع وتنزل، او مشكله اخرى ان انا السيجنال ديت بتبتدي توصل من طرق مختلفه. لو انا بتكلم معاكم دلوقتي، انت سامع صوتي دلوقتي، صح؟ سامعين، مظبوط؟ طيب الصوت اللي بيوصل لكم ازاي؟ مباشره مني ليكم، ومن مني للكاميرا دي ليكم، ومني للخشبه دي ليكم، والحيطه دي والشباك ده والباب ده وحتى الحاجات اللي ورايا، الحاجات دي كلها بتوصل لكم، بتدخل في بعض وتوصل لكم. ليه؟ وده سؤال جانبي يعني، لان علم الصوتيات علم لوحده يعني. ليه انت هنا افتراض يعني ان صوتي عالي كفايه وانت هناك وهي هناك سامعين نفس الصوت بنفس الطريقه، وان الاختلافات ما تبقاش اختلافات محسوسه قوي؟ بيبقى في اختلافات، والاختلافات دي ممكن تبان اكتر لو انت عملت او ان حاولت تبعت رساله صوتيه في مكان في القاعه زي دي لمثلا لمقطوعه موسيقيه، ليه في اماكن بتبقى افضل من اماكن اخرى بسبب الخصائص الصوتيه بتاعتها. في مواد بتبقى انعكاساتها الصوتيه افضل، وفي مواد بتبقى انعكاساتها الصوتيه أسوأ. والموضوع ده موضوع يعني علم قائم بذاته، احنا ما بنتكلمش فيه، بس هو قريب منه بيحصل في الكوميونيكيشن. ان انا ببعت سيجنال، السيجنال ديت بتوصل للناحيه الثانيه، بتوصل للسيجنال، خبطه في الحيطه، خبطه في السقف، خبطه في الارض. لما بتوصل في اوقات زمنيه مختلفه وبقيم مختلفه بيحصل لها فيدنج وبيحصل لها ديستورشن. علشان اقوم الاعوجاج بتاع السيجنال وعشان احل مشكله الفيدنج بتاع السيجنال، في طرق كتير انا بستخدمها. الطريقه اللي احنا هنركز عليها في المحاضرات اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض، كم محاضره هنتكلم فيها مع بعض، هي طريقه السبريد سبيكترم. في حاجات ثانيه زي دايفرسيتي كومبايننج والمايمو، ممكن الايكولايزيشن، الحاجات ديت موجوده ومش هنتكلم فيها. انا بس هنتكلم على تكنيك واحد فقط اللي هو ايه؟ السبريد سبيكترم. حاجه ثانيه بتمثل لي مشكله في الكوميونيكيشن سيستمز اللي هي الانترفيرنس. الانترفيرنس بيمثل لي مشكله. الانترفيرنس ليه انواع.
الانترفيرنس له انواع. من انواع الانترفيرنس الاي اس اي. الاي اس اي اللي هو الانتر سمبل انترفيرنس. الانتر سمبل انترفيرنس بيحصل بسبب الشانلز البروباجيشن ديلي بتاعها طويل، فانا ببعت اصفار ووحايد او ببعت انفورميشن سمبلز، ببعت انفورميشن سمبلز. الانفورميشن سمبلز دي في الناحيه الثانيه بيدخلوا في بعض، فالانتر سمبل انترفيرنس ببعت سيمبو، ببعت الثاني، ببعت الثالث، في ناحية الريسيفر بيدخلوا في بعض. ده يبتدي يأثر على ده ويأثر على ده، ده يأثر على ده ويأثر على اللي قبله وهكذا. ده هو الانتر سيمبل انترفيرنس. ده النوع الأولاني. النوع الثاني الكود شانل انترفيرنس. كود شانل انترفيرنس يعني ايه؟ يعني ان انا ببعت انا ببعت في فريكوانسي معينه سيجنال معينه في واحد زيي على نفس الشبكه او شبكه قريبه قاعد في مصر الجديده او قاعد في طنطا بيبعت على نفس الفريكوانسي سيجنال ليها نفس الشكل. لحسن الحظ انا هنا وهو في طنطا، فبالتالي السيجنال بتاعته ضعيفة جدا ما بيحسش بيا وانا ما بحسش بيه، لكن هو لو هو اقرب شوية فابتدي انا هعمل تداخل معاه، لان هو الريسيفر بتاعه هيتلخبط السيجنال دي بتاعته ولا بتاعتي، والريسيفر بتاعي هيتلخبط لان السيجنال دي بتاعتي ولا بتاعته. فدوت كود شانل انترفيرنس. نفس الفريكونسيز نفس السيجنال وفي منطقة قريبة من بعض يبتدي يدخلوا على بعض. في الادجيسنت شانل انترفيرنس. ادجيسنت شانل انترفيرنس بيحصل، طيب انا ما ببعتش في نفس الفريكونسي، انا شغال انا اهو وهو اهو، انا في باند وهو في باند، انا في حالي وهو في حاله، مفروض صح؟ اللي بيحصل مش كده. زي ما هتاخده في كورس الالكترونكس او خدته او بتاخده او هتاخده في كورس الالكترونكس، ان الادجيسنت بلوكر او الادجيسنت انترفيرر ممكن يعمل لي سبكترال جروث على الباند بتاعتي بسبب ايه؟ بسبب النون لينير افكتس بتاعت الكومبوننتس اللي انا بستخدمها. انا ما بستخدمش ايديال كومبوننتس، انا بستخدم كومبوننتس حقيقيه. كومبوننتس دي ليها نون لينير بيهيفير. النون لينير بيهيفير ده بيفضل موجود. مش بس كده، انا حتى لو ما بتكلمش عن الكترونكس انا بتكلم عن بيور كوميونيكيشن ثيوري، انا بستخدم فلترز. الفلترز بتاعتي عمرها ما بتبقى ايديال. ايديال فلتر ده ما حصلش في عالم الطبيعة الحقيقية يعني. ممكن في عالم الرياضة ممكن يحصل، ممكن احط على ورقة وقلم ومخبط فلتر ايديال، بس في الحقيقة انا ما اقدرش احط ايديال فلتر. الايديال فلتر ده اللي مش موجود هضطر استبدله بفلتر عملي. الفلتر العملي مهما تعمل في جزء من هو هيدخل عليا انا، او لو عليه هو جزء من عندي انا هيدخل عليه. فدوت adjacent interference.
في عندي مشكلة أخرى اللي هي مالتيبل أكسس، ودي هنتكلم عنها بشيء من التفصيل يمكن في آخر محاضرة أو آخر محاضرتين مع بعض. المالتيبل أكسس يعني إيه؟ يعني أنا عندي سيستم عايز يخدم على مجموعة من المستخدمين، المستخدمين دول بيحاولوا يستخدموا السيستم مع بعض في نفس الوقت. كويس؟ لو هو يوزر واحد واحد بس مشكلة محلولة، خلاص أنا هخدم اليوزر وكلي عشان خاطر اليوزر، أهم حاجة اليوزر يبقى سعيد. لكن لو أنا عندي اتنين لازم أخدم ده شوية وأخدم ده شوية، فبيحصل مشكلة تعارض ما بين إن أنا أحقق لكل يوزر طلباته من ناحية الأكسس ومن ناحية الثروبوت اللي هو عايزه. برضو السبريد سبيكتروم أحد الحلول اللي بتستخدم عشان تحل عدد المشاكل دي، الانترفيرنس بأنواعه سواء كو تشانل أو ادجيسنت تشانل أو اي اس اي أو مالتيبل أكسس، دوت من التكنيكس اللي بتستخدم بشيء من الايه بشيء من التفصيل علشان تحل لنا المشاكل المختلفة اللي أنا بتعرض ليها في سيستم زي ده. طيب احنا هنتكلم على نعم جاي منين؟ الجيسون ده ممكن يبقى اي حاجة، يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال لو انت عندك في البيت كوردلس فون، عارف كوردلس فون؟ الديكت فون اللي هو التليفون الارضي بس ديكت، كويس، وعندك راوتر من الراوترز الاقدم اللي كان شغال على اتنين وشوية جيجا، ده adjacent لده هما في نفس الباند. هتلاقي انك انت لو انت حطيت الديكت ريسيفر جنب الراوتر عدل هتلاقي الراوتر بيقع كتير لو جربتها، يعني لو انت عندك الحاجات دي موجودة، فده adjacent رغم ان هو ده في باند وده في باند. واضحة كده ولا؟ طيب احنا هنتكلم عن مجموعة من الكوميونيكيشن مودلز او الكوميونيكيشن سيستمز اللي هنستخدمها بتركيز في المحاضرات بتاعتنا. احنا هنا مش هنتكلم عن كل حاجة في الليدرشيب كوميونيكيشن، مش ده الهدف، احنا بس هنراجع الحاجات اللي هنحتاجها. هنحتاج الباينري فيس شيفت كينج او بيسموه احيانا 2 بي اس كي، وهنراجع الكوادرتشر فيس شيفت كينج، وهنراجع الفريكوانسي شيفت كينج. طيب الباينري فيس شيفت كينج عباره عن ايه؟ عباره عن بيتس، انا ببعت بيتس وبضربها في كارير فريكوانسي كوساين اوميجا سي تي. كويس؟ ده الباينري لو انا افترضت ان البيتس انا عامل لها ريبريزنتيشن كريكتانجلر بالس، ريكتانجلر بالس تطلع او بتنزل، الريكتانجلر بالس ديت بضربها في الكوساين، الامبليتيود بتاع البالس دي حاجه انا بنقيها، انا حر في الامبليتيود اللي انا نقيها، انا نقيت الامبليتيود بتاع البالس تو بي سكوير روت 2 بي رقم اختياري انا حر فيه، محد شريكي في اختيار الرقم ده، فانا نقيت البالس تبقى اتنين. ده امبليتيود رقم اختياري انا منقيه كده، ممكن انقيه 55.5 66 الى 3/4، انا حر، انا الرقم اللي يريحني، انا لقيت الرقم
2 بي. علشان بعد كده المعادلات بي هتطلع معايا في المعادلات. انا كان ممكن اقول الرقم اللي داخل ايه امبليتيود، بس ساعتها هتطلع المعادلات بقى فيها تربيع وحاجات زي كده يعني. فده بيسهل شويه المعادلات بعد كده. فده مجرد اختيار، والاختيار ده انا حر فيه تماما، انا ممكن اشتغل باختيار ده او اشتغل باي اختيار تاني. في الاخر هو امبليتيود السيجنال بتطلع او بتنزل، السيجنال واحد او صفر. ممكن الواحد تبقى 1 فولت والصفر تبقى ماينس 1 فولت، او تبقى 15 فولت وناقص 15 فولت. رقم، الرقم دوت انا معبر عنه ان هو سكوير روت 2 بي. سكوير روت 2 بي رقم اختياري. لما بص على مره، احنا بنراجع فالحاجات ديت المفروض مرت علينا قبل كده، ولو ما كانتش مرت علينا قبل كده اهي مرت علينا. يعني تيجي كده تيجي كده، هي ايه جايباك جايباك يعني. السيجنال بتاعتي اللي هي السيجنال اللي انا ببعتها بمثلها تمثيل رياضي كده. انا عندي كوساين اوميجا سي تي، بجمع عليه فيز اولاني للزيرو وفيز تاني للوان، وبضربها في امبليتيود سكوير روت 2 بي. زي ما اتفقنا سكوير روت 2 بي ده رقم ايه؟ محض اختيار. انا اخترت سكوير روت 2 بي. اشمعنى هو ده الرقم ده؟ شكله عاجبني النهارده الصبح، قلت السكوير ده هو الرقم الممتاز اللي هعيش بيه. اي حد عايز اي رقم تاني ربنا يوفقه، بس هو ده الرقم اللي عاجبني انا. وطبعا زي ما احنا عارفين، زي ما احنا عارفين الاختيار اللي عاجبني هو الاختيار اللي بيمشي. حد معترض؟ ايوه بالظبط كده، برافو. طيب انا هنقي الفيزز تبقى زيرو وباي. لا دي بقى ايه يعني، يعني مش كل الاختيارات مش مفتوحه قوي، لا لازم تبقى الفرق بينهم 180 درجه، لان ده باينري فيز شيفت كينج. الفرق بينهم 180 درجه، فانا عندي هما 360 نصهم 180، فانا عندي 0 باي. فتطلع السيجنال عندي 0 سكوير روت 2 بي كوساين وال1 ماينس سكوير روت 2 بي كوساين. فدي السيجنال اللي انا ببعتها. لو انا بص على السيجنال دي في التايم دومين، بص على السيجنال دي في التايم دومين، هلاقي حاجه لطيفه جدا. هلاقي ان انا في عندي ساين ويف اللي هي الكوساين اوميجا سي تي عند ال1، ونفس الكوساين اوميجا سي تي عند الزيرو، بس الفيز بتاعها مقلوب. طبعا قلبة الفيز دي اللي انت شايفها بتتسبب في ديسكونتينيوتي في التايم. ديسكونتينيوتي في التايم معناه سبكترال جروث في الفريكونسي، ودي قصه ممكن نبقى ايه نلمح ليها واحنا ماشيين. يعني زي ما اتفقنا احنا في الكورس ده احنا هنفتح المواضيع على قدر ما الوقت يسمح. انا مش متوقع ومحدش متوقع ان كنتوا هتطلعوا خبراء في السبيد سبيكترم، بس هتطلعوا عندكم فكره جيده عن السبيد سبيكترم بيشتغل ازاي. كويس. الداتا ريت الطالعه هي واحد على تي بي، وتي بي هو وقت البيتس، الوقت اللي هو ايه ال1 او الزيرو. طبعا النسبه بين الفريكوانسي، ما بين الفريكوانسي الكارير فريكوانسي وما بين البيت ديوريشن، دي نسبة لازم تتاخد في الاعتبار. لو انا حبيت ابص على نعم انا ده صحيح، بس هو لما تبص على الامبليتيود الاختلاف بوزيتيف نيجاتيف، مش ان مثلا ايه نص وربع وثلاث ارباع، لا هو بلس وماينس نفس القيمه. في الباينري في شيفت كينج وطلع كده. في لما تبص على الحاجات الثانيه اللي هي البيتس الاوردر الاعلى، هيطلع فيه ليفلز، ممكن يطلع معاك ليفلز، لكن في الباينري في شيفت كينج هي بوزيتيف نيجاتيف، هي امبليتيود بتتغير، بس بتغير اشارتها، نفس القيمه نفس القيمه بس بتتغير اشارتها فقط.
ما في الكوساين الإشارة دي ممكن تبقى فيز صح؟ احنا درسنا علم حساب المثلثات، انت ممكن تدخل الإشارة من بره تدخلها جوه في صورة فيز، او تطلع الفيز بره تغير الإشارة صح؟ طيب الباندويت بتاع السيجنال ديت بيتراوح ما بين R و2R، وR زي ما اتفقنا هو ايه؟ واحد على البيت ديوريشن. اقل باندويت ممكن تحققه هو ايه؟ R، وممكن يوصل لحد 2R. 2R على اساس انك انت واخد ريكتانجلر باس، ريكتانجلر باس هتسبب لك ان الباندويت بتاعك يبقى 2R، ودوت الباور سبيكتر دنسي بتاعت السيجنال بتاعتك في حالة الريكتانجل بالس. الريكتانجل بالس بتطلع سينك، طبعا دي سينك مش حوالين الدي سي، دي سينك حوالين الاف سي، عشان كده هتلاقي الاف سي طالع في المعادلة. This is a sync pulse حوالين الاف سي. ليه الباندويث مش ممكن يقل عن R؟ ده سؤال لطيف جدا سألوه زمايلكم المحاضرة اللي فاتت، أو أنا سألته لهم مش فاكر، المهم السؤال طلع يعني وشلتوه غالبا. فيعني السؤال ده فكروا فيه، ليه الباندويث ما يقلش عن R؟ R هي واحد على البيت ديوريشن، وليه ليه ما يقلش عن R وليه ليميتد ب 2R؟ طبعا ليميتد ب 2R واضحة لأن الريكتانجل بالز هيطلع الباندويث 2R، لكن ليه ما يقلش عن R؟ فكروا فيها. طيب لو أنا حبيت أعمل سيجنال سبيس ريبريزنتيشن للسيجنال بتاعتي، أنا هقول والله أنا عندي 0 و1، ببعت 0 ببعت 1، هعملها ريبريزنتيشن ب اي بي. اي بي دي تحول رقم، رقم ده يمثل الانرجي لكل بت، والانرجي زي ما احنا عارفين هي الباور في التايم. الانرجي از ذا باور از ايه؟ الانرجي از باور في وقت صح؟ اكيد. فباور في وقت، باور في تايم. فانا هبعت في الزيرو ماينس سكوير روت اوف الانرجي، وهبعت لل1 بلس سكوير روت اوف ذا انرجي. وي بي از ذا انرجي بير بت دوت. طبعا الريبرزنتيشن بتاع الكوادرتشر بتاع الباينري فيز شيفت كينج سهل، لان هو في الاخر 0 1 بوزيتيف نيجاتيف، يعني ما فيهاش حاجه صعبه. الموضوع بيصعب شويه لو انا حبيت ابص على مودوليشن اوردرز اعلى شويه. طيب دوت الترانسميتر، ادخل على الريسيفر. الريسيفر بتاعي هو عباره عن بضرب فيه كارير كوساين اوميجا سي تي، وبحط عندي سكوير روت اوف كده في الايه امبليتيود جدعانه مني عشان هتساعدني في الحسابات، وبعدين بعمل لو باس فلترنج. ده الريسيفر سهل مش كده؟ بسيط. بس في مشكلة صغيرة، أنا افترضت افتراض شديد التفاؤل في الريسيفر ده. إيه الافتراض اللي أنا افترضته؟ إن الفريكونسي بالظبط اللي أنا بعت بيه. ده الافتراض الاولاني. في افتراض تاني بقى، انها كوساين، ان نفس الفيز. انا مفترض ان انا ظبطت الفيز وظبطت الفريكوانسي. طبعا انا عارف ان انا لما بستخدم كومبوننتس في اللي موجوده في عالم الكومبوننتس، بستخدم كومبوننتس عشان
اعمل اوسيليتور يطلع لي الكوساين في الترانسميتر وبعمل اوسيليتور يطلع لي الكوساين في الريسيفر. مفيش تو كومبوننتس هيطلعوا بالظبط بالظبط، لازم هيطلع بينهم فرق. الفرق دوت بيعمل مشاكل في بيعمل مشاكل في الريسيفر بتاعي. انا مفترض ان انا حليت المشاكل، المشاكل دي بتتحل، المشاكل دي ليها حلول. انا افترضت ان المشاكل دي اتحلت. تتحل ازاي؟ موضوع ممكن هنتكلم عن بعض تفاصيل منه في يعني في اواخر الكورس مع بعض. لكن افترض معايا ان المشاكل اتحلت وان انا جبت الكوساين بالظبط ومفيش اي فيز ايرور ولا في فريكوينسي ايرور والحاجه جميله وزي الفل. الحاجه جميله وزي الفل، رحت مدخل الريسيف سيجنال بتاعتي على الملتبلاير دوت فولد باي لو باس فلتر. لو انا بصيت على المعادلات ابتدي بقى ايه العب شويه بالرياضه عشان ايه نشتغل مع بعض ونعمل مسائل وامتحانات وحاجات حلوه من الحاجات اللي تحبوها جدا دي. فالريسيفر بتاعي اللي هو مالتيبليكيشن بكوساين وبعدين لو باس فلتر، بدخل عليه الريسيف سيجنال. الريسيف سيجنال اللي هي السيجنال اللي انا دي سيجنال دي اللي هي سكوير روت 2 بي في الكوساين. السيجنال دي بيتجمع عليها النويز، النويز اللي هي اتكلمنا عليها في الاول المحاضره اللي هي باند ليميتد فلات نويز. كويس، هفك النويز زي ما فكيناها في اول المحاضره. النويز اللي هي باند ليميتد عباره عن ان سي في كوساين ماينس ان اس في ساين، وديت مجموعه على السيجنال اللي انا بعتها اللي هي سكوير روت 2 بي طبعا بلس ماينس في كوساين. السيجنال دي بدخلها على الريسيفر، الريسيفر بضرب في سكوير روت 2 في كوساين، تطلع عندي المعادله اللي قدام حضراتكم دي اللي هي عباره عن السيجنال الاصليه زائد ترمين ترم ان سي في كوساين، دي المفروض تبقى تربيع، والترم ان اس في ساين كوساين. لما انا ابتدي ابص على السيجنال ديت واحاول اعمل لها ديتكشن، فانا عارف ان انا بعمل حاجه بربع وبعدين باخد الافريج، بربع وبعدين باخد الافريج. هنلاقي ان السيجنال اللي داخله على الديتكتور بتاعي بعد الفلتر هي عباره عن سكوير روت بي بلس ماينس حسب انا بعت 0 وبعت 1 زائد 1 على سكوير روت 2 انتجريشن ان سي. لو انا كملت في الاناليسيس بتاعي، لو انا كملت في الاناليسيس بتاعي عشان اشوف السيجنال هتبقى عامله ازاي، هلاقي ان السيجنال بتاعتي اللي هي عباره عن السيجنال اللي انا بعتها زائد النويز داخله على الريسيفر دي بتديني سيجنال تو نويز ريشيو ان بي. ذس از ذا سيجنال، لان بص في الترم اللي فوق سكوير روت 2 بي كوساين ده سيجنال. الباور بتاعت الترم دوت بي لانها تربع هيبقى 2 بي في كوساين تربيع، كوساين تربيع بنص، الافرج بتاعها يعني نص، النص طاير الاثنين اتفضل بي. فالباور بتاعت السيجنال بي، الباور بتاعت النويز اللي هي الان تي هي عباره عن 2 ان نوت تي بي زي ما كنا عاملين في اول محاضره، 2 ان نوت تي بي. كويس، السيجنال اللي داخله على الديتكتور اللي هي سكوير روت اللي هي من السلايد اللي قبل سكوير روت بي زائد 1 على 2 على سكوير روت 2 تي بي في الانتجريشن. السيجنال ديت الباور بتاعت السيجنال از بي، الباور بتاعت النويز في الحاله دي بتبقى ان نوت على تي بي، فتطلع السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت هي بي تي بي على ان نود. هل الكلام ده واضح؟
انت بتربع وتاخد الافريج، بتربع وتاخد الافريج. لما تاخد حاجة كده وتربع وتاخد الافريج، لان ديت ان سي ديت اي اي دي، فممكن التربية تدخله جوه الانتجريشن، ممكن التربية تدخله جوه الانتجريشن وتاخد الافريج برضه جوه الانتجريشن، لان الكروس تيرمز كلها بتطير. فلما لما تربع وتاخد الافريج بتاع الترم ده، بسبب ان في عندك سكوير روت 2 تحت، فالباور بتاعه النويز بتقل فاكتور 2. انا عندي الباور بتاعه السيجنال بي، الباور بتاعه النويز بقت ان نود على تي بي. اللي انا نقيته محض اختياري. انا كان ممكن اسمي الامبليتيود A، بس ساعتها الباور هتبقى رقم فيها اي تربيع وفيها 2 وكده، بس انا عملتها سكوير روت 2 بي عشان تطلع هنا بي. ماشي، قول تاني كده. الاس ان ار اي هي السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت بتاع الريسيفر. الاس ان ار اوت هي السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت بتاع الريسيفر. انت دلوقتي عملت دي موديليشن سيجنال داخله، فانت داخله بسيجنال تو نويز ريشيو معينه. This is SNR input. وبعدين بعد ما عملت الضرب وعملت لو باس فلترنج وتمام، هتبقى بقى تقرر تاخد قرار البيت دي 0 ولا 1. فديت السيجنال تو نويز ريشيو بتاعت الاوت بتاع الدي موديليتور بتاع الريسيفر. هل هناك اسئله؟ اظن الحياه واضحه جدا، مفيش اسهل من كده، صح؟ جميله خالص. فاختصارا السيجنال تو نويز ريشيو في الانبوت هي اي بي على 2 ان نود، والسيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت هي اي بي على ان نود. طبعا في فاكتور اوف 2 ظهر. مين جدع يقول لي فاكتور اوف 2 ده جه منين؟ مش سامع. لا مش ده. ليه في فاكتور اوف 2؟ لماذا؟ لماذا في فاكتور اوف 2؟ يا باشمهندسين، لماذا في فاكتور؟ لا يعني هي قريبة بس مش قوي، يعني هي كده يعني. لا حاول شوية يمين شمال فوق تحت كده. لا يعني ممكن، يعني بتقرب، يعني هي بتقرب علشان في عندي السيجنال في الباس باند. لما بقلبها للبيس باند في عندي كوساين كومبوننت وساين كومبوننت. الساين كومبوننت بيطير لما بضرب في كوساين في حاله الباينري في الشيفت كي، ما بيطيرش في الحاله الثانيه، بس في الباينري بيطير.
بص الترم الثاني ساين كوساين ده بيطير، الترم ساين كوساين ده بيطير. النويز معلش النص، النويز نصها طار، يعني بنصها طار بسبب الضرب في كوساين. النويز زي ما هي، بس انت وانت بتدي موديليت نص النويز طار منك. يعني ده السبب اللي الاس ان ار فيها فاكتور 2، والحاله دي موجوده بس في الباينري، في الباينري في شيفت كي. لا عشان ضربت في كوساين درسين، لان النويز بتجيلك بكوساين وساين، فبتضرب في كوساين، الكوساين بتفضل، الساين بيطير. لا نويز، ان سي كوساين، ان اس ساين، دي نويز، دي نويز. السيجنال مضروب في كوساين بس، لكن النويز فيها تو كومبوننت، كوساين كومبوننت وساين كومبوننت. وان كومبوننت بتفضل، الثانيه بتطير، فده بيخلينا فاكتور اوف تو. طبعا لو حبيت تحسب البروبابيلتي اوف ايرور بحسبها عن طريق الكومبلمنتري ايرور فانكشن اللي انت عارفينها كويس، مش كده؟ اكيد عارفينها كويس. طيب لو انا حبيت ابص على السيستم في حاله الكيو بي اس كي، السيستم في حاله كيو بي اس كي انا بعممه شويه عن الباينري عن طريق ان انا عندي اربعه فيزز مش اثنين، والفيزز هنا كانت 0 وباي، هنا هتبقى 0 وباي على 2 وباي و3 على 2 باي. فبالتالي ده هيتحول الى ايكويفالنت ل كوساين وساين وماينس كوساين وماينس ساين، ببعت 0 0 1 0 1 1 0 1، المفروض اخر واحده تبقى 0 1. فبالتالي السيجنال ديت اللي هي في اربع فيزز equivalent ليها اللي هي كوساين بلس ساين، كوساين ماينس كوساين بلس ساين، ماينس كوساين ماينس ساين، وكوساين ماينس ساين. والامبليتيود انا مفترض انها سكوير روت اوف بي، الامبليتيود انا مفترض انها سكوير روت اوف بي في الحاله دي. فالسيجنال في دي، السيجنال في الحاله دي هي عباره عن مجموعه من كوساينز وساينز نفس الفريكوانسي اللي هي الاوميجا سي اوف تي، و بتبقى بلس بلس ماينس بلس بلس ماينس ماينس ماينس. ده بيديني الاربع احتمالات للكوادرتشر فيس شيفت كينج. الكوادرتشر فيس شيفت كينج في اربع احتمالات لاربعه فيزز، في اربع احتمالات لاربعه فيزز. لو انا عملت نفس الاناليسز بتاع الباينري فيس شيفت كينج، عملت نفس الاناليسز هنا، انا ببص على الريسيف سيجنال اللي هي عباره عن الاكس مجموع عليها النويز، الاكس اللي هي بلس ماينس كوساين بلس ماينس ساين مجموع عليها النويز، بعمل نفس الاناليسز بالظبط، بفك النويز في صوره كوساين وساين، بضرب في بضرب في الكارير في الريسيفر، بيطلع لي في الاخر ان السيجنال تو نويز ريشيو اللي خارجه معايا هي نفس السيجنال تو نويز ريشيو اللي داخله اللي هي بي في تي بي على ان نود. طبعا هنا نظرا ان الكوادرتشر فالترم الارثوجونال ما بيطرش، الترم الارثوجونال بيفضل موجود معايا ما بيطرش. بيفضل موجود معايا بالظبط.
ال فبالتالي السيجنال تونرايزيشن في الانبوت وفي الاوت هي اي بي على الان نود، والسيجنال تونرايزيشن ديت بستخدمها في حساب البروبابيلتي اوف ايرور باستخدام الكومبلمنتري ايرور فانكشن. تمام تمام، كل حاجه واضحه؟ لو انا بصيت على سيستم زي ده بقارن البروبابيلتي اوف ايرور، البيت ايرور ريت، بقارنهم بالاي بي على النود. الرسمه دي رسمه البروبابيلتي اوف ايرور مقارنه بالاي بي على النود، دي الرسمه اللي احنا عاده بنستخدمها في تقييم السيستمز المختلفه في الكوميونيكيشنز. ممكن يكون الفيرتيكال اكسس مش بروبابيلتي بيت ايرور ريت، ممكن يبقى فريم ايرور ريت، ممكن يبقى باكيت ايرور ريت، ممكن المحور الافقي ما يبقاش اي بي على الان نود، ممكن يبقى كارير لنويز سيجنال تو نويز. بس في الاخر الحاجات ديت بتبقى مور اور ليس ذا سيم. انا بقارن البروبابيلتي اوف ايرور للسيستم بتاعي مقارنة بالاي بي على النود او الانرجي بير بت. لو انا حبيت ان انا ابص على السيستم الثلاثه سيستمز اللي مرسومين قدامي وانا نقيت وقلت والله انا عايز السيستم بتاعي يشتغل عن بيت ايرور ريت 10 اس ناقص 4، بيت ايرور ريت 10 اس ناقص 4، علشان اشغل السيستم يسبورت 16 بي اس كي. 16 بي اس كي يعني بيبعت 4 بيتس في كل سيمبل، 4 بيتس في كل سيمبل يعني كل سيمبل بياخد 16 فيز. انا محتاج علشان احقق 10 اس ناقص 4 محتاج احقق اي بي على النود بكام؟ 16. بينما لو انا قلت لك انا ما اقدرش احقق ال 16، انا ما اقدرش احقق غير 8 شويه، تقول لي والله يبقى في الحاله دي مش هنقدر نشتغل الا ايه؟ بي بي اس كي او كيو بي اس كي. ايه الفرق؟ طب إيه ليه ما اجيبش 16 بدل 8؟ ايه اللي يمنعني ان انا اجيب 16 بدل 8؟ الايه؟ الريت قال. الريت قال. طب ماشي الريت اقل، طب انا عايز اشتغل بريت اعلى، ما اعلى 16 وخلاص، ايه اللي يمنعني؟ انرجي اعلى. طب ايه مشكله الانرجي اعلى؟ طب ما ازود البتاع خلاص. يعني هي دي الباور دي هتقف في زورنا؟ يعني هتقف في زورنا؟ هتقف في زورنا. الباور اكتر هتقف في زورنا اكيد يعني، وبعدين ممكن نشرق ونموت لا قدر الله يعني بسبب الباور ومشكله. فالباور الاعلى في بعض الاحيان ممكن ان انا استخدم باور اعلى، في بعض الاحيان ما بقدرش لاعتبارات كتير مش مجرد بس الباور. انا ممكن في احيان زي ما برضه هتاخده في كورس الالكترونكس، في احيان ان انا زياده الباور اللي انا ببعتها لا يعني زيادة السيجنال تو نويز. في بعض الأحيان زيادة الباور تؤدي إلى ديجريديشن في السيجنال تو نويز. صح؟ هتاخدوا هذا الكلام أي هوب في الإلكترونكس سم تايم. فبالتالي انتقاء الباور المناسبة إن أنا أشتغل بيها دي مسألة ما هياش مسألة ستريت فورورد. أنا بحاول إن أنا أزود الديتا ريت، فبحاول أنقي باور أعلى باور ممكنة. الكلمة الحاسمة هي كلمة ممكنة، يعني ممكن إنها ممكن تبقى ممكنة بطريقة أو بتكنيك معين، بس بحاجة تانية تعمل لي مشكلة أكتر من اللي أنا بحاول إن أنا أحققه. فبالتالي انتقاء الباور المناسبة ده سؤال مفروض ان احنا بنحاول نجاوب عليه واحنا بنعمل ديزاين للكوميونيكيشن سيستم بتاعنا. الخلاصه القول ان انا عشان ازود الكوميونيكيشن ريت الداتا ريت عايز ازود النمبر اوف بيتس اللي انا ببعتها في كل سيمبل، عشان اعمل كده محتاج ان انا ازود الانرجي
بير بت في السيستم بتاعي إن كان يمكن، إن كان ينفع. ما كانش ينفع خلاص يعني أضل الله وده حكمته. ماشي يا أساتذة، وأشوفكم إن شاء الله الأربع ده إن شاء الله.